أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة، وأيهما أشمل لمسائل العقيدة؟ يا أخي، كتاب التوحيد لابن خزيمة هذا في الصفات، في إثبات الصفات، الصفات من التوحيد، ولا يبحث في العبادة، ومختص في الصفات والرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين أنكروها، ويرويها بالأسانيد الصحيحة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب فهذا في توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.